بسم الله الرحمن الرحيم. تطاح محمد من السكينة ديال حي السانية طريق سيدي حرازم على طريق صفرو. من احنا من الناس اللي عندنا غير على هذا الحي ومن سكان الاوائل ديال هذا الحي. حنا ولينا كنتفاجئوا بهاد الدوله كتحارب البناء العشوائي. الناس هادو ولاو كيديروا العشوائيه، شكون اللي عطيهم هاد العشوائيه؟ الله اعلم. الناس ولاو كيحفروا فوق التروطوار، كيبنيو لنا فوق التروطوار، ما كاينش لا ممر رجلين. ما هاد الجهه هادي هو ممر رجلين كاين ديال مترو 60، من جهه من ليه ما كايناش. نهار دور العز النهار الاول فجات سويت الوضعيه لهاد الطريق ولهاد البافيت لهاد الدروبه وهاد الشيء، طلبنا لهم باش غادي يزيدونا منها باش يحطوا التروطوار. قال لك اودي الارض باقا ما مجهزاش، من بعد ملي غيكون تجهيز غادي نزيدوها. ما فين تراساو في هاد الحيط هاد البلديه، تسويت الوضعيه في المجلس الاول تراساو تما باش غادي يرجع لحيط اللور، باش غادي يرجعوا لنا البوردو التروطوار. هاد التروطوار هذا غادي يرجعوا لهنايا. ها هما فاش كانوا طيحوا السيد السيناج ديالو باش غادي يرجعوه اللور، راه لا تراس زرق فين تراساتو البلديه على اساس باش غادي يمشي هاد الشارع هكا ديال 2 متر ديال 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 المشايه. دابا ولينا كنتفاجئوا بالناس كيبنيو لنا على التروطوار لا داهي لا متهي. درنا شكايه السيد القايد، شكايه السيد الباشا، شكايه السيد رئيس المجلس البلدي، شكايه الوكاله الحضريه، شكايه الوالي. حنا كنتظروا من الناس المسؤولين ديال هاد المصالح والناس هذا يجيو يشوفوا لنا هذا. حنا ما غير العام اللي فات شعلت لنا العافيه هنا في هاد الدرب هذا، البومبيه ما لقاتش منين تدخل، دازت البومبيه من التحت وعاد سرحوا التيويات ديالهم. حنا هنا مدمرين، هاد الناس هادو كيبنيو وغدا بعد غدا يبيعوا يمشي خلفها لا ناهي لا منتهي. حنا خصنا اللي غيعيش معنا الضرر ديالنا. غدا بعد غدا كاين العافيه، كاين الريب، كاين شي مشاكل ما عرفوش شنو هي، نطيحوا في مشاكل ماشي هي هذيك، لا لومبيلونس لا بومبيه لا حتى شي حاجه اللي غادي تدخلنا لهنا. وهاد الوليدات هادو على من الدم ديالهم، منين غيمشيو هاد الوليدات هادو؟ هاد الوليدات هادو منين غادي يدوز؟ غادي غدا بعد غدا حنا هاد الناس هادو ما عندهمش محلات تجاريه على جنب الطريق، هما ولاو كيديروا محلات تجاريه على جنب الطريق. شارع 10 متر في البلديه ما عندهمش الكوميرس، هاد الناس ولاو كيديروا لنا الكوميرس. غدا بعد غدا حنا البيبان الكراجات في وسط الطريق، منين غيدوزوا هاد الناس هادو؟ هاد الطوموبيلات منين غادي يدوزوا؟ يلاه كي غادي يديروا مع هاد الناس هادو؟ وحنا كنطلبوا من السلطات المحليه والناس المختصين في هاد المسائل هادو يشوفوا لنا الحل هاد المعضله هادي. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الهواري محمد، حي السكينه، حي الثانيه. هاد الشيء ضرر علينا، هاد السيد كيبني مخالف القانون. هذا اللي عطى هاد الرخصه خصو يتحاكم على هاد الرخصه اللي عطاه على القدرون، باش يكون هذا. انما سيدنا الله ينصرو اعطانا التسع وعطانا القانون، هادوم كيخالفوا القانون. داير التجاره هنا داير ثلاثه ديال الكراجات، ما عندوش في الرخصه، ما كايناش التجاره كتعطى هنايا، وهذا داير التجاره هنايا. غدا يضرب على شي واحد هنا ولا يقطع علينا الطريق. هذه جوج، هذا هما جوج كلمات اللي كنقولهم لك انا. الله يجازيك بخير، والناس كلها راه هنا كتقول لك هادشي ما يمكنش هاد الناس يديروا هاد المخالفه. ودابا راه جا واحد اخر فوق منه راه كيحفر بحاله، كل غد مشي هكذا. إذن حنا ولينا هنا شي جزيره في وسط البحر، ما بقيناش ساكنه. الله يجازيك بخير، شكرا. السلام عليكم. نحن سكان حي الثانيه، دابا حنا كنعانيو من هاد المشكل ديال الطريق. انت ما هاد الناس تفاجئنا ملي تحطوا هاد البني ديالهم هنا، وهاد التصميم اللي تعطات البلديه اصلا، راه الاخ توصلتي بلا طراس اللي نعت لكم نعت الاول. دابا حنا كنلتمسوا من السلطات المحليه والمسؤولين على هذا الحي يجيو يسويو معنا الوضعيه ديال هذا الشارع. حنا تفاجئنا لان البلديه النهار الاول عطات التصميم ديالها الاول على اساس انها غادي تعطي طريق الممر الراجلي. دابا اليوم ولينا كنسمع، اصبحنا كنتفاجئوا بهاد الناس اللي عطاو لهم البلان، اصبحوا كيبنيو على الشارع العام. اذا فين هو ممر الراجلي؟ منين غنمشيو هاد الاطفال الصغار؟ منين غيمشيو هاد الناس؟ ولينا كنعانيو من مشكل كبير، لا من ناحيه البومبيه ولا من ناحيه المواصلات ولا من ناحيه اي حاجه. دابا الله يجازيك بالخير، حنا كنطلبوا من السلطات المحليه دير عينيها في هذا المكان. الله يجازيكم بالخير. السلام عليكم. انتم تشوفوا الاخوان، هاد الناس هادو تيبنيونا على الطريق هنا على التريطوار، ما محصرمين لا ممر راجلين لا والو، وحنايا في الدرب ملي ما عندش الناس كيديروا يدخلوا، ولا اله الا الله. وتنطالبوا من السلطات انهم يديروا معنا شي حل في هاد الزنقه هادي. الله يسهل عليكم والله يجازيكم بخير. السلام عليكم. حنا سيدي سكان ديال دوار حي الثانيه،
حنا كنهضروا على هذا البني دابا اللي كيطلع جديد. اللهم من هذا منكار. حنا سيدي حنا ما متفقينش على هذا البناء اللي كيتبنى دابا. حنا شو الدوله زعما شنو كدير لنا؟ هذا راه ماشي قانون هذا. الله يجازيكم بخير. حنا شو دابا يا الدراري اللي كيطلعوا للمدرسه، راه شحال من ولي تقاس هنايا، شحال من افات تقاس هنا. حنا ما نبغيو ما ضر لا لينا ولا للجميع. امام الراجلين ما كايناش. هاد المهندس اللي عطاهم هادشي زعما راه لا حول ولا قوه الا بالله. ودابا ديروا معنا شي حل الله يجازيكم بخير. راه حنا وليداتنا في خطر، وحنا حتى الا شعلت فينا العافيه ولا شي حاجه راه البومبيه ما عندهاش كيفاش تدخل حتى باش تطفي علينا. دابا اللهم من هذا منكر. حنا ما متفقينش على هادشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها الشارع اللي صورناه من تحت، الناس اللي باينين فوق التروطوار، دابا هاد الشارع هذا هو الشارع الكبير اللي كيأدي لونتيسمات، جوج لونتيسمات واحد اخرين من تحت. هاد الشارع الكبير هو تقريبا هو الشارع الرئيسي. دابا الشارع الرئيسي شوفوا هذا، شوفوا جوج طوموبيلات واقفين، يعني الثالث ما عندوش منين يدوز. دابا غدا بعد غدا الا دخلنا كاميو كاميو خارج ما عندوش منين يدوز. الا حيدنا هاد الناس هذو كيقول لك التروطوار هذا جاي غلط، البلدية حطته غلط. منين البلدية حطت التروطوار غلط؟ خصو يولي لهنا. إلا ولنا لهنا الشارع غيولي فيه 4 متر. منين غادي يدوزوا هاد المواطن؟ منين غيدخل هاد الكاميو؟ جوج طوموبيلات إلا تكروزاو هنا ما كيدوزوش. وحنا كنطلبوا كنطلبوا من الله ومن السلطات المحلية تاخذ لنا بعين الاعتبار في هاد المشكل هذا. وصاحبي جلال الله ينصرو كيحارب العشوائية، والشعب المغربي كيحارب العشوائية. حنا كنا عايشين في العشوائية، ولكن دابا منين ولات سويت الوضعية خصهم يرجلوا مع هاد الناس هادو. ماشي اللي جا دابا البلدية مشينا عندهم كيقول لك المهندس النوبة الأولى غلط. كيفاش واش المهندس غلط والساكنة تأدي الحق؟ راه ماشي معقول هادشي. هاد السيد هذا اللي غلط يأدي الغلطة ديالو ولا يشوف مع هاد الناس هادو ولا تبر راسهم. المهم حنا يسويو لنا الوضعية في هاد الحي هذا، وشكرا. وكنطلبوا من السلطات المحلية التدخل عاجلا الله يجازيكم بخير، وشكرا.